تحياتي لكم، اهلا وسهلا. هذه ساعه ثانيه من الاستوديو الوطنيه كيما عودناكم لقيت هذا وقيت الانترفيو. اليوم بالاساس نرجع نحلوا ملف نحكيو معاصر، نحكيو انتاج، نحكيو ملف زيت الزيتونه وقداش باش توصل هالليتره للمواطن. وهذا نفرك الرومانه كيما يقولوا الاشكال. علي كنا نسمعوا في تقديرات تنجم تكون 10000 لتر، بعد اليوم نسمع في 25 لتر. هذا ما نجم يجاوبون عليه كان كل من عضو الغرفه الوطنيه لمصدري زيت الزيتونه تابعه لمنظمة الأعراف سي رؤوف مقديش وأيضا سي فوزي الزياني الخبير في السياسات الفلاحية. هذا توت سويت في الانترفيو. الانترفيو مع زينة. سي رؤوف تحياتي لك، أهلا وسهلا. وعضو الغرفة الوطنية لمصدري زيت الزيتون باللوتيكا سي بالمنظمة الأعراف سي رؤوف مقديش، تحياتي مرحبا. يعطيك الصحة، مرحبا بكم على الاستضافة. شكرا لك على قبول الدعوة سي رؤوف. صابت زيت الزيتون إيجابية إن شاء الله. ما هو قولك عام بعام، مش عام بعام، أما إن شاء الله. أما إن شاء الله ماهيش خايبة، باهي متوسطة. كيف نحكيو تقريبا سعر الليترة قديش للبيع؟ هو السعر صعيب، راه باش تحط صعيب. هي سمى سؤال خطيرة فهمتني. اما ما نجموش نحصروها السعر حاليا، خاطر يلزم نشوفوه معناتها لله الحمد لله. خاطر السعر يتعرف كان من 20 نوفمبر وانت ترى توا حاليا ما تنجمش في حتى بلاد توا حتى في حتى انتم غرفه مصدري زيت ما تنجمش تحصر السوم توا. ده مش تحصل طبعا. انت صحيح تو شفت انت الاسعار وتكلمت وبالحق والناس الكل تكلمت، بدات الفونت نتاعها دايوغ في بعض الجهات ومناطق الفونت نتاعها في اللوكال مش في الاكسبور، مش في التصدير، مش في التصدير صحيح، مش في التصدير. المحلي تقريبا قديش زاد ولا صعيب تو انت اللي شفتوه في الناس، هو ما يغيبش على الناس كلها، والناس الكل سمعت به في التيك توك في الفيسبوك بارتو حتى في الاذاعات يقول لك هو فما ب 15 ب 14 ب 16 فهمتني. ما تنساش الا هو زاد كيف كيف راه اول محل والمعاصر فمك الزيتون طايح فما نشيره. نشيره كيلو نتاعو بقداش؟ بدينار، بدينار و200 من حيث الجوده. لا ما عندوش جوده جمله اصلا، ما عندوش جوده سي نورمال، ما عندوش جوده. اما انت كي تشوف انت تلقى الكيلو زيتون بدينار وبدينار و200 وتشوف كيلو زيتون ب 2700 دونك يفرق. فما حتى كيلو زيتون وصل ب 5000 اليوم نحكيو عليه في مجاز الباب تستور غير من الاماكن اللي تنتج اليوم هذه 5000 جوده كبيره. لا 5000 ما فماش توا حاليا، 5000 ما فماش والله موجود سي رؤوف. لا صادق، لا نصدقك. لا تقولي والله توا هذاك تحكي لك كمستهلك. لا 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 صعب كمستهلك. ريت شريت ب 5000. شنو شريت؟ شنو شريت؟ من حيث الجوده يقول لك كعبه اكبر. بالك شريت انت زيتون طاوله؟ هاي طاوله زيتون تاع نحكيو على زيتون زيت احنا ولا على المعصر. احنا نحكيو على فما ناس اليوم وليت بعض المستهلك يقول لك خلينا نشري من عصر وحدي لعل وعسى. هي احسن حاجه كيفاه؟ احسن حاجه العباد تشري وحدها تشري خاطر هي يقول لك هو راهو. اسمع احنا راهو توانسه ما ننساوش، احنا تبارك الله خير من برشا دول. التوانسه توا ولاو مثقفين في حكايه زيت الزيتونه، في الجوده، في اختيار كعبه الزيتون، في اختيار التوقيت نتاع الجني هو التوقيت الجني هو الماتوراسيون نتاعها. التوقيت الجني تلقاه من اواخر 20 مثلا، من 20 نوفمبر من 20 نوفمبر حتى تقريبا اخر شهر ديسمبر بيانتو. فهمتني بيانتو، هذاك احسن وقت باش تجني فيه الزيتون ويعطيك كاليتي خارق العاده، جوده ذات جوده عاليه. والتوانسه توا ولاو يمشيوا للمعصره، ولاو يتذوقوا، ولاو يعرفوا. واحنا تبارك الله احنا تونس عندنا برشا توا، عندنا معهد الزيتونه في صفاقس، عندنا تقاليد قديمه على جدودنا. زاد كيف تبارك الله التوانسه ولاو يفهموا، ولاو يقدروا بطبيعه ماهمش الكل، مي اغلبهم ولاو يخموا. احنا المشكله علاش بعدنا شويه على العوله نتاع زيت الزيتونه؟ خاطر غلات. صحيح، باش نرجع معاك بعد شويه نحكيو على زيت الزيتون كيفاش باش يكون متوفر في التصدير، وبرشا حديث وبرشا نقاط تستفاد منها في التصدير. لكن هات نستقبل معاك سي رؤوف الخبير في السياسات الفلاحيه سي فوزي زياني مباشره معنا في استوديو الوطنيه. تحياتي، اهلا وسهلا سي فوزي زياني، مرحبا.
سي فوزي مرحبا. مش يسمع فينا السي فوزي ولا معنا مع اهلا تواصل كوسن سي فوزي زياني الخبير في السياسات الفلاحيه. اهلا وسهلا تحياتي. اهلا وسهلا شنو احوال كل المستمعين وضيوفك الكرام؟ يعيشك سي فوزي. صابت زيت الزيتون كيفاش توصفها السنه؟ فوق المتوسط لانه بالمقارنه بالسنه الفارطه على حسب تقديرات وزاره الفلاحه بحوالي 300 ألف طن وأكثر. ان شاء الله نوصلوا لهم. السنة الفارطة وصلنا حسب تقديرات وزارة الفلاحة 220 ألف طن. احنا في تونس راهو قادرين إذا كان الأمطار تكون في الموعد السنة مثلا بالنسبة للموسم القادم نجموا نخلطوا حتى 500 ألف طن من زيت الزيتون. لأنه أغلب الزيتون في تونس هو مطري يعني بعلي. أيوة. وأكثر الصابة عمناول والسنة هي سقوي 60-70%، وبالتالي معناها تعتبر فوق المتوسطة. لكن على مستوى عالمي تونس تقريبا الثاني على مستوى الإنتاج، لأنه عندنا دول كانت سابقتنا مثل إيطاليا واليونان. مع الأسف مش مع الأسف رزمون بليل نحن وخروا في الإنتاج نظرا للتغيرات المناخية، ولينا احنا يعني الثانيين بعد إسبانيا. هذا على مستوى الإنتاج. بالنسبة للإنتاج العالمي ماذا بينا ناخذ فكرة زادة كيف أيوة. راهو على حسب التقديرات أنه الإنتاج العالمي لا يفي بحاجة الاستهلاك العالمي. يعني التقديرات العالمية تقريبا، وهي فما شوية تضارب ولكن أحيانا فما لغاية في نفس يعقوب اللي هي سي فوزي الغاية هي الغاية أنه هو يحبوا يظهروا من شهر نوفمبر معناها أوت في رؤوف يعرف حتى هو أنه في العالم بداوا يروجوا أنه معناها صابة متوفرة بكثرة في إسبانيا وعديد البلدان الأخرى، باش نوهموا الناس أنه فما صابة كبيرة وبالتالي الأسعار تنخفض. إذا يبدأ من شهر أوت بتقارير كنت نشوف فيها أنا متتالية معناها في الخارج يعرضوا فيها في القنوات الفرنسية والإيطالية والإسبانية، باش يوهموا معنى العامة أنه فما صابة، وبالتالي الفلاحين بالذات باش يضغطوا على الأسعار وياخذوا الزيت من أماكن العالم منها تونس بأسعار نقولوا إحنا تفاضلية بالنسبة لنا. دونك الإنتاج في العالم هو حوالي تقريبا سنة تقديرات 3 مليون طن، والاستهلاك اللي هو قاعد يرتفع وهذا شيء هام على مستوى العالمي ممكن 3 ملايين و400 ألف طن. يعني عندنا فجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك، وعندنا فجوة أخرى أنه ما عندناش مخزونات عالمية. وهذايا إذا كان معناها أبسط اقتصادي يجي يحلل المعطيات هذه مش يقول لك الأسعار مش تكون كيما السنة الفارطة. باهي جيتنا للأسعار. الأسعار في تونس هل هي باش تكون باش نلقاو إترة زيت الزيتون ب 15 ألف كيما عامناول وإلا أقل؟ فما شكون حتى مشي توقع قال نجمو نلقاوها ب 10,000، والأسعار اللي نسمعوا فيها عند بعض اللي يبيعوا يقول لك لا راهو من 22-25 ما أقلش. هذا الكلام الكل يتسمع. فما جانب معنا فولكلوري شعبوي اللي هو اللي هو وقت اللي نقوله ب 10,000 ونقوله ب 12,000 مانيش عارف انا هذوما عباد خاطر اللي هذا ولا يخرج ويتكلم ولا معناه يعطي في يعطي في طاقه معناه برونستيك على الاسعار الى غير ذلك. صعيب مش معقول. على الاقل نستناو شويه لشطر نوفمبر 10 نوفمبر باش كيما كان يقول سي رؤوف دايغ بالضبط طبعا لانه راهو الزيتون ما تجمعش لتو راهو اللي عنده زيتون مش يبيعوا غلة ومعنى مش يبيعوا زيتون ولا مش يعطروا زيت ما يجمعش تو. مال الناس اللي قاعدة تبيع تو تبيع في القديم سي فايت سي زياني ولا اللي سماه هو هنشيرة. شوف اللي قاعد يتباع الآن أيوة هو فما زيتون فما أشجار من الزيتون فيها شوية زيتون دونك تطيح الكعبة نتاعها. فما صارت شوية حجر في تونس في بعض الولايات يطيح فما شوية حتى السرقة دونك هذاك يتباع، وهذا النشيره اللي تجي تحت الزيتون تتباع ب 15% وب 12% وبدينار بطبيعه الحال. هما فما حتى من يتحيل ويزيد عليه شويه زيتون اخضر باش يعطيه هذاك اللون واللمعه ويقولها وزيد ب 15-16 دينار، لكن الجوده مش موجوده. هذا معناه كل نفس اللي قالوا سي رؤوف ما قديش تتفقوا لزوج في النقطه كل التحيل قاعدين نشوفوا فيها، لانه وقت اللي فتحنا الباب معناها ولات الناس كل تعمل في صفحات وتعمل في اخبار زائفه واشاعات. راني نذكر انه هذا يضر بتونس قبل ما يضر حتى شخص آخر. يضر بتونس لانه احنا عندنا يعني موردين في الخارج موجودين عندهم اقدامهم في تونس، وبالتالي
راهو هذايا ماشي يقول لك اه الزيت عندك رخيص نشري بالسوم الفلاني وقتها وانا بالشوا. خلينا نذكروا برقم راهو تونس ما نستهلكوش اكثر من 12% من انتاجنا الوطني. يعني 88% سامحني مش نعملوهم بضعوه في الوديان يمشي نبيعوه لبرا. دونك انا نقول يجب عمليه فصل كامل ما بين ما يستهلك محليا وتو نحكيوا عليه وكيفاش نوفروا باسعار تفاضليه وما بين التصدير اللي ماذا بينا حتى ب 100 دينار لتر. صحيح. على خاطر هذاك هو اللي مش يجيب لك العمله الصعبه، هذاك اللي مش يخليك تتموقع. راهو دخلنا 5000 اكثر من 5000 مليار والسنه اذا كانت تتواصل العمليه نفسها بنفس الاسعار نجم نوصل حتى ل 7000 مليار. هذايا راهو يفوت حتى مداخيل السياحه والحركية الاقتصادية. صحيح. اللي عملت صعبة على 15 دينار. بطبيعة ديوان الزيت يبدو أنه هو صرح أنه مش يخرج كمية مثل السنة الفارطة. صحيح. على 15 دينار. صحيح. وهذا اللي أعلنت عليه وزارة الفلاحة أنه الليتر باش تكون كيما موسم 2023-2024. وانت تقول راهو هات الأسعار كيما يقول من ضيفي في الاستوديو سي رؤوف مخديش راهو ما زالت الأمور. ان توكا سي فوزي نعرفوا احنا انت مراك متصرح كان في المعلومة الأكيدة، وان شاء الله نرجع معاك من ضيفي سي رؤوف ان شاء الله نلقاو ربما التصدير هي تعطينا الأسهم تغلى في التصدير وترخص في التوريد. شكرا لك سي فوزي الزياني الخبير في السياسات الفلاحية. نواصل معاك سي رؤوف مقديش عضو الغرفة الوطنية لمصدري زيت الزيتون. وزارة الفلاحة وضحت وأعلنت نهار الاثنين اللي فات وأنه ماشين في 15 دينار تقريبا لتر كيما عملوا، وهذا في إطار الدعم نوعا ما اللي قاعدة تقوم به الدولة في مجال زيت الزيتون. أنتم لهناك غرفة مصدري زيت الزيتون عملوا قداش صدرتوا وأثناء، هل أنت قلت لي مازال بكري على الأسعار، لكن هل تتوقع ربما نمشي في نفس الأسعار نحافظوا عليها وإلا لا من مصلحة تونس ترفع في الأسعار في التصدير نحكي؟ في التصدير، هو عملناول تقريبا 190 ألف طرناتة تصدرت وتبارك الله دخلت عملة صعبة وساهمت في انتعاش الاقتصاد البلاد، هذه حاجة مميزة. لكن السنة نحبوا ماذا بينا أكثر، وبالنسبة للتقديرات كما قال سي فوزي في الحدود تقريب 300 ألف طرناتة سنة إن شاء الله ربي يوصل بالسالم. مقارنة عمناول 200-220 ألف طرناتة ماهوش أكثر. ما دونك معناتها فما احنا شنو احنا الحاجة اللي نحبوا نوصلوا لها هما حاجتين، نحبوا نصدروا برشا ونحبوا زاد السوق المحلية زاد كيف كيف تاخذ دورها وتاخذ الكاليتي الباهية اللي كيما الزيت اللي يخرج برا كيما الزيت اللي يقعد في تونس. هذا برشا العبيد اليوم يقول لك يصدروا في الكاليتي الأحسن وإحنا ربما ناخذوا في الأسعار متاعنا مقارنة بالأسواق الخارجية نحن من أجود معنا وماخذين جوائز عالمية ومحتل زيت الزيتون التونسي المراتب الأولى، لكن الناس اللي تلوم حتى توينس البر وتشوف أكيد في الفيديو تقولك شوف الأسواق قداش يبيعوا فيها ونحن ويبيعوا لهم هما في الأوروب أرخص منا نحن في تونس. هو راهو يقول لك احنا الكلمة اللي نقولوا ديما احنا أحسن زيت في العالم راه مش صحيح. راه علاش باش نقولها لك بصراحه وهي كلمه تتقلع ما نقولوا الصحيح شنو الباش احنا مانيش احسن زيت في العالم. عندك اسبانيا قبلنا، عندك ايطاليا، عندك اليونان، حتى تونس برك الله فهمتني. لكن فما زاد اسواق جديده تكونت، فما دول عربيه دخلت في الحكايه هذه، عندك الجزائر، عندك ليبيا، عندك مصر، عندك الامارات، السعوديه، هذم اللي كلهم ولاو جدد زاد كيف كيف. عندك امريكا اللاتين شوف الجوده ممشي نفسونا، لكن البلدان على البحر الأبيض المتوسط تقريبا نفس المناخ. احنا كان يقال قبله انه زيت الزيتون التونسي يباع في المزادات العلنية لجودته في ايطاليا وغيره. لا حتى هما عندهم زيت خارق العاده. لا لا مش غلطون احنا ما نقولوا الحقيقه احنا طبعا. علاش نقولوا الحقيقه وزيد فما حاجه نقولها، راهو احنا الحاجه راهي باهيه في تونس. كان عندك علم عندنا برشا دكاتره مختصين في زيت الزيتون وفي الزيتون راهو، وتقريبا معهد الزيتونة كون برشا ناس وزيد التوانسة ولاو مختصين
في التذوق، مختصين في معناتها في المسابقات العالميه، يحضروا هما كحكام معناتها دي جوريست في دي جوري في في الدول كل برسك معناتها امريكا اليابان بارتو في العالم، فهمتني؟ هذه حاجه راهي باهيه، خاطر الفلاح المعصراجي المصدر كلهم ولاو يتعطاو ولاو يحضروا في التكوين، ولاو كلهم بريسك ولاو تقريبا متقدمين علميا معناتها في كيفاش نوصل للجودة الحقيقية للزيت الزيتون. كيفاش نجموا احنا نفوتهم ربما باللومبلاج؟ احنا شوف توا انت كلمتك باهية جبت لي موضوع مهم، هو هي الدبوزة. نعطي انا قبل حاجة اخرى، احنا راهو تونس نورمالمون المواطن التونسي السوق المحلية توا احنا تقريبا ناخذ فيه 20,000 طرناطة تقريبا سوق محلية، خاطر غالي. قبل كنا نوصلوا 30,000 طرناطة، فهمتني؟ لكن احنا راهي السوق المحلية ما عقلش من 70,000 طرناطة معناتها يلزمها تتباع في تونس كاملة. شنو اللي فهمتني؟ اليمنة هي غالي، هو الزيت غالي سيبري، فهمتي؟ توا انت الدوله ساهمت عمناول وشجعت على 15 دينار لتر، لكن مش متواجد كل في اي مكان كان، راه ماهوش اي انسان ينجم يوصل له 15 دينار، فهمتني؟ هذه حاجه. لكن الفولي الثاني اللي هو التصدير الدبوزه، احنا تقريبا 12% تقريبا قاعدين نصدروا، وان شاء الله نوصلوا حتى ل 20%. شنو العائق اللي يخلينا ما نصدروش معناتها ما نصدروش الدبوزه؟ خاطر السوق نتاع الدبوزه والسوق نتاع الفراك نتاع الصبه ماهوش نفس السوق. السوق الصبه اسهل برشا من السوق الدبوزه، يقول لك انا كي نصدروا صبه تحكم من ناحيه الكلفه. الكلفه اي ما انت تنجم وقتها تضيع حتى ليدونتيتي، تنجم تلقاه بعد معلق في بلاد اخرى. زيتك انت يشريه الياباني كيما اليوم كنت مع صديق في اليابان يحكي لي، قال لي انا مشيت شريت ايترا زيت زيتونه اسبانيا ايطاليا ولا شنو ماركه ايطاليا، خذيتها تقريبا فلوس تونسيه 50 دينار، فهمتني؟ وهو معناتها ولد المنطقة، معناتها ولد مثلا تونسي، قال لي راهي بعيد كل البعد على الزيت اللي مستنسين به في تونس. علاش احنا مش زيتنا لبرا؟ علاش ما يحطش ميد ان تونيزيا؟ علاش ما تكونش علم تونس فيك الدبوزة هذيك؟ بالنسبة صغير. صغيرة الواش. الواش الصغيرة توا. باكاجينغ. صحيح. احنا الدبوزه نجيبوها من برا، توا عندنا معمل بلار في تونس، صحيح ساتويفير المعمل الوحيد في تونس، ما عندناش معمل اخر منافس ليه، فهمتني؟ لكن فما النوعيه نتاع البلور، فما النوعيه زاد كيف كيف، حتى فما البلاستيك زاد اللي يتصدروا، فما هو لو بلاستيك النوع الاخر هو البي او تي، النوع هذاك البلاستيك نقولوا بي او تي معناتها هو شكون لها صالح ما تسمى، هو كي يقولوه اليمونتير يعني غذائي صحيح غذائي، هذاك ماهوش محبذ برشا لبرا في الخارج، يحبوا البلار، فهمتني؟ يحبوا البلار والا يعطيك الصحه البلار، وبلار غامق لازم يكون بعيد على الضوء بعيد على كرتون برشا حاجات. والباكاجينغ انا ما نجمش ننافس ما نجمش ننافس الاسباني، ما نجمش ننافس الايطالي. ايطالي ينجم يحضر في المعارض، ينجم يشارك في المعارض، لكن فما تشجيعات قاعدين يشجعوا فيهم. انت تحكي تشجيعات من دولتهم بيان سور، بيان سور. معناها نحن الناس اللي قاعده تخرج وتسافر وتعرض في اغلبهم على فلوسهم وحدهم، على امكانياتهم الخاصه بهم. كانك سي رؤوف تحب تقول اوترومون، هات اليوم الدوله تمشي في دعم زيت الزيتونه كما تدعم في زيت الحاكم. بالطبيعة زيت الزيتون راهو يمنع لك برشا امراض. احنا الاف مليارات اللي قاعده ماشيه للدويات نتاع الكونسير، لطف علينا عافانا عافاكم الله، فهمتني؟ برشا حاجات راهو زيت الزيتون دواء، راهو احنا الدوله يلزمها تغزى الحكايه هذيك. هو حاجتين، هو ينفع لك البلاد نتاعك، ينفع لك شعبك، وزيد ينفعك في دخلك في العمله الصعبه لبرا، وراهو احسن سفير راهو الغادي. تو الناس الكل قبل، انا نذكر معناتها برا في الخارج فما اللي يهدي قبل، سامحني في الكلمه، يهدي مثلا يمشي، بس انت استدعيتني لدارك باش نجي نعملوا عشاء مع بعض انا وعائلتي، باش نجيو بحذاك، يهزوا دبوزه شامباني، يهزوا دبوزه كذا، تو لا يهزوا دبوزه زيت زيتون يا سيدي. صحيح حتى في تونس وما همش عرب
ما همش عارف يحبوا هاك الباكاجينج، يحبوا على حاجه كيما هكا تتحط. فهمتني؟ انا نقول الدوله زي ما تخمم في التشجيعات هذه، كانت تحب باللار خاطر باللار يدخل لك حمله صعبه اكثر. فهمتني؟ انت زيت الزيتون شنو اللي صار له تو حتى في تونس كنشوفوه اللي يتباع المعلب اغلى بكثير من زيت الصبع. زيت الزيتون بالطبع اي عادي، في برشا مصاري. انا نقول لك حاجه، السوق العالميه وخرت شويه، معناتها الاستهلاك في العالم في اوروبا خاصه والكذا كان معناتها وخر تقريبا 20-25% الاستهلاك، خاطر الا كان ياخذ في دبوزه بويترا، ولا ياخذ في دبوزه بنص مثلا، ولا بدبوزه ايترا غير ربع. فهمتني؟ السنه هذه حسينا كانه فما معناتها زاد الاستهلاك شويه، قدم تقريبا هذا حسيته من خلال تدخل الدوله وكيف تبيع. لا انا مش نحكي في تونس، نحكي في الخارج. في الخارج الاستهلاك زاد، ولا تقريبا حكيت 18% تقريبا 20% زياده. يعني هذايا اللي يخلي السوم الطلب، فما طلب على زيت الزيتون. شكونهم الدول اللي هما عندهم صعبة سنة؟ عندهم اسبانيا، عندك تونس، عندك تركيا، هذوم تقريبا، ولا اليونان، هذوم تقريبا الدول الا عندها تركيا هل تنافس اليوم زيت الزيتون التونسي مثلا كما تنافس اسبانيا؟ لا تنافس تركيا، نعرفش يعرفوا ما يعرفوش. تركيا عندك تركيا تاخذ زيت كيف عندها سوق حره بينها وبين سوريا، تاخذ في الزيت بتاع سوريا. دونك شكون الدول الا ما عندهمش؟ البرتغال ما عندهاش ناقصه، المغرب ما عندهاش ناقصه، ايطاليا ما عندهاش ناقصه. هذا يخلي فما تذبذب حتى في الاسعار العالميه. ما تنجمش تعرف الاسعار العالميه الا ما تشوف. تو انا مثلا كما قال سي فوزي زيان، قال لك من شهر اوت، سيدي من شهر اوت البرتغال تقات لك احنا العقود اللي قاعده نبرموا فيها 5 أورو. ماهوش معقول. وما زلت حتى ما تعرفش الكلفة نتاعك. صحيح، ماهوش معقول. يعني كي نقول الليتر الكيلو زيتون توا يتباع ب 2700، معناتها الليتر قداش باش تكون 2700؟ معناتها باش تكون الكلفة نتاعها باش تكون 22 دينار. تقريبا دونك الأسعار منش نبعدوا على المدعم وعلى البارتي اللي باش تدخل فيها الدولة، اللي باش يشري من المعاصر بشكل مباشر زيت الزيتون الصب اللي يحب يشري. حسب الكلفة. دونك ما تتوقعوش اقل من 22 دينار. ما تعرفش. انا شخصيا نقول ان شاء الله يكون ب 18، نكون ب 17، ما تعرفش. ما تنجمش تحكم عليه، ما نجمو نحكموا عليه. وكيما السير العوامل اللي فاتت، ما نحكموا على الزيت الا بعد 20 نوفمبر. 20 نوفمبر تقريبا يظهر كل شيء. اليد العامله، الناس اللي باش تجمع كلها داخله في. تعرف اليد العامله تبدلت برشا على 10 سنين التالي. توا الفلاح وصل يقسم الشطر بينه وبين الجماعه اللي يجمعوا له، خاطر ما عادش عندك يد عامله تجمع. شفت كيفاش؟ بالرغم فما امكانيات اخرى، ولات معناتها فما كل الات اخرى تجمع تشجع كل شيء، اما لكن والله العظيم راهو شوف الثلاثه، الفلاح عنده كلفه، المعصراجي عنده الضوء، عنده معناتها برشا مصاريف ولات كثرت عليه، المصدر زاد كيف عنده دي تاكس قاعد يخلص فيهم. فهمتني؟ كلفة النقل، كلفة برشا تكاليف هما اللي يخليوا الزيت معناتها قاعد يطلع في السوم نتاعو. لكن السوق العالمية هي تو كي تجي تشوف انت في السوق العالمية، كما قلت لك انا جماعة عاملين 5 أورو التوقيعات، واللي هو معناتها كانت قبل تقريبا شهر جوان يقولوا ما بين 7 أورو حتى 9 أورو باش يوصل السنة. لكن المسار هذا ماهوش واضح. هو كلام يتقال برك، فهمتني؟ باش احنا يزيدوا في الاسوام، وبعد الشوت كما صارت عام 2008 ولا 2014. كمان مع عائدات زيت الزيتون مقارنة بالموسم 2023-2024 عندنا تقريبا زيادات. معني فما زيادة بالطبع، فما زيادة في الانتاج ان شاء الله. فهمتني؟ وهذا راهو ينجم راهو. انا انت قلت لي سيادتك، قلت لي انت مثلا يوصل 22 دينار، لا ما ينجم يكون حتى اقل راهو ان شاء الله، وينجم يكون اكثر من 25، ما تعرفش عليه. خلينا في الاقل. نحبذوا انا، لا انا ما نحب نفجع حد. هذاك علاش هو راهو السؤال، انا قلت كان سؤال خطير كما اول ما بدينا معناتها اللقاء. قلت لك السعر ما تنجمش تحكم عليه،
الدولة حتى لو كان باش تدعم، حتى لو كان باش تتدخل، ماهيش باش تتدخل بكميات كبيرة برشا، فهمتني؟ ما تنجمش تغطي كل المواطنين التوانسة، فهمتني؟ أما أنا ديما نقول التونسي نقول عنده الحق في دبوزة والله فما شكون ياخذ حتى في أربعة في خمسة، فما شكون عمل عولته موجود موجود فهمتني. أما أنا نقول إن شاء الله يا ربي فهمتني التونسي يوصل له الزيت اللي عنده جودة عالية. العائلات اللي كانت تعمل العولة الكبيرة واللي دايوغ قاعدين حتى يتفاعلوا معنا ويبعثوا لنا ناس تقول لك احنا كنا نشريو قبل 60 لتر هذيك ما فماش أقل، توا هي تعطينا نخلطوا على 10 لترات هي. أنا نعرف عائلات، أنا نعرف عائلات ما يفوتش معناتها ما أقلش من 100 لتر. 100 هذاك لازم عنده 100 200 لتر لازم، فهمتني؟ تاكل وتستهلك بشكل يومي يعني. شوف راهو طيب بيه ولا يخلط بينه وبين زيت الحاكم، مش فما حتى زيت الفيتوره يقسم معها شويه، فهمتني؟ فما زيت الحاكم شويه خاطرو غاليه هذاك علاش. اما هو زيت الزيتونه راهو دواء، راهو دواء، راهو زيت الزيتونه كي تاخذ السباع، زيت الزيتونه كي تحطه مع البسيسه، زيت الزيتونه كي تحطه في السلايد، زيت الزيتونه كي تطيب بيه، راهو دواء وينفع وما يضرش، هذه حاجه. وحتى اقتصادي ينقصنا حتى من الأمراض ونقصنا من الشرائط متاع الدويات، هذا كله عنده دخل. حب نختم معك سي رؤوف مقديش بتعليقك على هنشير الشعال اللي كان زاره البارح رئيس الجمهورية واللي تحدث على فساد استمر الهنشير اللي هو من أكبر غابات الزيتون في العالم. هو الزيارة دوزيام في العالم. أي هو الزيارة هذيك زيارة خارق العادة، أما لكن أنا تمنيت هالزيارة هذيك تكون في شهر جويلية. علاش شنو الفرق بين البارح وجويليا؟ البارح وجويليا كان نجمو ناخذوا اجراءات معناتها للتحسين نتاعها استباقيه صحيح باش نحضروا لها للموسم هذايا، وكانت تنجم تنفع ياسر خاطر هذاك معناتها انا فرحان بالزياره هذيك خاطر ان شاء الله تنقذ ما ينجموا ينقذوه. خاطر هنشيل الشعال تحكي على أشجار الزيتون اللي فيه عدد كبير دخلت في أشجار الزيتون، فساد كبير عندهم، برشا حاجات، برشا برشا حاجات، وهو ديجا اكتشف برشا حاجات، وإن شاء الله هذاك راهو عنده ما يزيد حتى في الإنتاج متاع الوطني متاعنا، فهمتني؟ اليوم علاش وصلنا نحكيو كان اليوم على هنشير الشعال اللي هو من المفروض حتى كان فما الجوده نتاعو ايضا من اجود ما فما الاشجار الشعال. اي بالطبيعه عنده كاليتي كبيره ومعروف عالميا معناتها. هل هذا ممنهج كان ربما؟ هل استفادت بعض اللوبيات من تراجع انتاج هنشير الشعال سي رؤوف؟ انا ما نجمش نحكم على الحكايه هذه. تحكي السياسه انت. السياسه انا احنا ضد السياسه. راح نتكلموا كان اقتصاديا يعطيك صحة وسعودية جدا باستقبالك عضو المجلس الوطني لمصدري زيت الزيتون سي رؤوف مقديش. فاتكم الانترفيو كاملا تلقاها على صفحتنا صفحة استوديو الوطنية وصفحة البرنامج صفحة استوديو الوطني على الفيسبوك وصفحة الإذاعة الوطنية التونسية أيضا سيغ فيسبوك. أجمل تحية زينة زيديو كامل فريق استوديو الوطنية. موعدنا يتجدد معكم نهار الاثنين، خليكم توتسويت مع قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية شاهد طيبة في لامين. وقبل ما نختم نذكركم أنه بعد أخبار ماضي ساعتين تجيكم ملاك يزيد في برنامج جو في فورم بيت العيلة، نحكي وتحكي معكم ملاك اليوم تجمل تتواصل معها على موضوع ما بعد فترة التقاعد، كيفاش تكون فترة الرتريت حياة المسنين في تونس؟ هل يبدأوا حياة جديدة أم فما صدمة ونكران من المجتمع؟ هذا موضوع بيت العيلة مع ملك يزيد. أجمل تحية زينة في لمن استوديو الوطنية.